يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم هؤلاء الأولياء وما هي صفاتهم؟ نعم، هؤلاء الأولياء تكفل الله عز وجل ببيانهم، فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهذا أوصافهم. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وليست الولاية بطول الأكمام ولا بكبر الإمامة ولا بطول المسواك ولا بطول المفتاح، الولاية بالإيمان والتقوى. فمتى عرفنا أن هذا الرجل من المؤمنين المتقين الذين لم يجرب عليهم معاصي لا بترك واجب ولا بفعل محرم مع الاستقامة، علمنا أنهم أولياء الله. ولكن هل أولياء الله ينفعون الإنسان بعد موته، بعد موت الولي؟ الجواب لا، لا ينفعونه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى قبر من يقال إنه ولي ويقول: يا سيدي أنا فقير فأغنني. إن قال هذا كفر، أشرك بالله. ولا أن يقول تأتي المرأة كما يقال، تأتي المرأة وتأخذ ترابا من قبر من يقال إنه ولي ثم تجعله في ماء وتشربه من أجل أن يأتيها الولد. كل هذا لا, 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 لا حقيقة له ولا صحة له ولا يجوز. والولي لا ينفع إلا نفسه فقط. نعم في الحياة ربما يدعو للشخص ويستجاب له أو لا يستجاب، أما بعد الموت فلا ينفع أحدا. نعم.